اهلا بيك، مرحبا بيك يا عايش كلاباس. والله يا سعد، هي الحمد لله الحمد لله. عرفنا عليك نجيب المفتاحي، شهيرة نجيب الزينة، منطقة رستابة الولادة، والأصل غردي ما موظف بوزارة التعليم العالي، المطعم الجامعي حسين الجزيري بالنوبة، فنان ملتزم، نعمل الأغاني الملتزمة، كاتب وشاعر وملحن. واليوم على الوضع المعيشي. بالنسبة للوضع المعيشي، الوضع المعيشي كارثي، معناتها حتى كلمة كارثة يظهر لي ما عادش توصل للمعنى الصحيح. كارثة بأتم معنى الكلمة، كاتاستروف رهيبة، الزوال بشاف العبس، معناتها حتى الثلاثة القطاعات اللي كانوا كوم كوا معاونين شوية، اللي هو قطاع التعليم العمومي والصحة العمومية والنقل العمومي، هذوما الثلاثة ضربوا في الصميم. كيفاش ضربوا؟ احكيلي. شنو حاجة ممنهجة، معناتها الزوال يزيد يطيح، يزيد يغرق، واللي لاباس عليه يزيد يطلع، فما ولد دي في روس كبيرة، حتى كالطبقة الوسطية هذيك في الوسط نجم تقول اندثرت. توا ولد في تونس الشعب فقير محتحت، وفما ثلاثة أربعة خمسة عيال اللي يعيشوا في الكماليات، أمورهم واضحة. الزوالي ما عادش خلط على حد شيء، يدخل المرشي قبل 20 دينار وما تقضي تعبي له قفة، توا حتى 50 دينار تنجم تخرج معناتها قفة فارغ، فلفل 5000، فريز 8000، 12000، زلابي والمخارق ب 12 دينار كانت ب 2500، الحوت تدخل المرشي تشوفه بعينيك وتخرج، هكا السقاطه تاع 3 4 5000 ما فيه ما يتشاف، اللحم حدث ولا حرج، معناتها الزوالي رقدوا عليه رقده هي بيدها. وانا حتى الاوضاع هذيا راهو المعيشية، أنا ديجا قلت فيها كلام، أنا نكتب كما قلت لك مثلا، نعطيك البطال ونقول فيها بطال عقله ثاير، مهموم في قوته حاير، زادت عليه المحنة والشرب والتخدير، طولت الحالة به لا عاد عقل ولا تدبير، غريب في بلاده ويقاسي الهوال، حزين في عياده ما عنده مال، منعوت بالصباع والناس شامتة فيه، مظلوم يا ناس الحباس مفتوحة عليه، ويقولوا عليه محتال وهما اللي خلوه بطال. تقرأ ولا ما تقراش؟ الخدمة ما تلقاهاش، كان العسى والمندات هذاك العدل ولا بلاش، بطال في كرش وجيعان، خريف وربيع وشتاء عريان، يا منوبة يا الطليان ولا القاعدة ورا القضبان. والمسؤول شيخ فرحان، حلوة والحم ورمان، متهني قلبه مطمئن، حرية عدل وميزان، هذاك حال البطال اللي قلبه ما فيه إيمان، عايش في الذل والحرمان، وياكل في الخبز مهان، وديما بطال ديما بطال. وجوهها أغلبيتها حز. إيه بالطبيعة، توا علاش باش تفرح الوجوه؟ شنو الابتسامة والانشراح والنفسية المرتاحة، ما مقابل بعضها باش تكون الوضعية مرتاحة. الوضعيه الاجتماعيه والمعيشيه امورك مريقله، كيف الامور هذه تدهور تولي في الحاضر، كيفاش تولي حب كيفاش تحبه باش يبتسم؟ لكان العازم ما عادش خالط على حد شيء، لكان المعرس توا عنده زوز ثلاثه صغار، فهالايامات هذه فهمتني ولا لا، يحب له 700 800 الف حوايج العيد، ومن بعد بشهرين يزيد يعرضوا عمك العلوش، اموال 900 الف اذا ما نقولش مليون، معناتها انت شهر كامل وانت تصرف، وبعد يعرضك العيد الفطر، عندك زوز ثلاثة صغار، وين باش تمشي؟ وين باش تهرب؟ إلى أين المفر؟ فهمت كيفاش؟ فما برشا عائلات ماهمش قادرين يوفروا. أكيد، فما شكون التو صدقني، فما شكون مش خالط على باكو حليه. باكو حليه، فما شكون برشا مواطنين مساكن، العشرة آلاف هذيك ما تدخل الجيب وكان بعد أشهر وصبوات. معناتها توا احنا من اللي صارت الثورة في بالنا باش تتفرهد الأمور وتتوضح الأمور،
اذا بها فهمني ولا زادت الامور تعكرت. البطال اعداد العاطلين عن العمل زادوا نضاف كما نقولوا قبل ما نعرفش انا 2011 ديزون كانوا 600,000 عاطل على العمل، توا فما ما يقارب 900,000 ولا اكثر، تزادوا ب 150 ولا 200,000 معناتها زادوا غرقوا. مش حلول. شنو الحلول؟ مع الاسف الشديد انت توا سالتني سؤال في محل. مش حكايه انسان متشائم ولا مأيس. اما التوصيف للاوضاع اللي نعيشوا فيها، الامور ماشيه بتدهور. البلاد ماشيه بتغرق. في هذه قلت لك انا فما ثلاثه اربعه خمسه عيل عايشين الفوق. واحنا سامحني حتى باش نقولها لك العباره، والله نتفكر صاحبي وانا عمري 17 سنه قال هالي، قال لي سامحني في الكلمه، نو سوم دي زامبيسيل اورو، سامحني حاشاك احنا كالناس السفج البهايم والمحتحتين وفي نفس الوقت فرحانين بالوضعيه اللي نعيشوا فيها. احنا بطريقه غير مباشره كنت تحب نتعمق معاك في النقاش بالكدا لتعامه الشعب، اش قاعدين نعملوا احنا بطريقه مباشره او غير مباشره. يا اخي مفكر العيل لك الخمسه ست عيل اللي شايخين فيها الدنيا، فما عيل تلقاه عيله على عيله عنده بالعشره 12 كرف، المسيو عنده كرف مرسيدس، المدام بيير بنته عندها كيا، هذاك عنده كليو، حتى الجنان والعساس بتاع داره عامل له كرف باش يقضي بها ويجيب، واحد باكو حليب ما عندوش، مش نورمال، امور غير عاديه، ما عادش نجم معناتها تتصل الحكايه، وما قبل كانت العباد خالطه شويه كذا وكذا، توا اش بيك توا وين؟ توا موظف ولا فقير؟ هاني انا موظف، نقول لك فرانشمون دي، انا نخلص توا ب 970 دينار كاري، مرتي ما تخدمش، عندي زوج صغار، 970 الف شنو باش نعمل بها؟ وين باش نمشي؟ انا كاري ب 300، ما بين كراء وماء وضوء، تتسكر لي في 300 سيكوند 350 دينار، اش بقات منها 970؟ ديزون نقولوا 600,000، 600,000 وين باش تمشي؟ وين باش تمشي؟ توا عازم 600,000 في الشهر ما تعمل له حتى شيء، عازم. لا عنده مراه لا مسؤوليه لا دار لا مال لا ضوء. حتى الامور انت قلت لي فما شنو هي الحلول؟ الا ما رحم ربك، اللهم شو تصير معجزه. قاعدين نستناو، ريتك الانسان هكا اللي داخل عليه الغول وياكل فيه وهو لا حول له ولا قوه. حتى الربع باش يتنفس باش يدافع على روحه ما ينجمش. نجم نقول احنا هكاك في الوضعيه هذيك. خلي لك كلمه الختام. كلمه الختام، كلمه الختام انا كما قلتها لك قبيله، مش حكايه مأيس ولا كذا ولا متشائم برشا. انا نقول الشعب هذيا والبلاد هذيا ان شاء الله ربي يسترها، ان شاء الله ربي يحماها، وان شاء الله ربي يجريها على خير كما نقولوا نحن، وان شاء الله هكا الناس الكبارات الرجال والنساء البركه الدعوات بتاعهم تستجاب، فماشي ما تتفرهدش الامور.